بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أحبتي طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط في مادة التربية الفنية في درسنا الفن والحياة الاجتماعية. نؤكد على خبرة درسنا اليوم، عمل لوحة فنية مركبة بأسلوب الكولاج. خلال الحصة الأولى تعرفنا على العديد من المفاهيم الفنية والخبرات الجميلة، من أهمها نبذة عن تاريخ الفن الجماهيري، وذلك في تلك الفترة الزمنية أخذت المنمنمات نطاقا واسعا، فالفنان قام برسمها بأدق تفاصيلها وتشكيلها بتعبير يعبر عن تلك الفترة الزمنية من أحداث والتاريخ، وعبر عنها بألوان، بما أيضا تشكيل بما كانوا يلبسون، وأحداث وتعابير فنية مختلفة. في عصرنا العشرين أخذ فن البوب آرت يشق طريقة، وتعرفنا على معنى البوب آرت، وتعرفنا أيضا عن العوامل التي أظهرت فن البوب آرت، وتعرفنا أيضا على دور الفن في المجتمع، وكيف أن الفنان والفن له دور وثيق ومتصل، إذ يعتبر قناة توصيل أحداث عبر فترة زمنية محددة. ماذا سنتعلم في هذه الحصة؟ تنفيذ لوحة بأسلوب الفن الجماهيري باستخدام ألوان الكليريك وخامات أخرى، وهذا ما نطلق عليه فن الكولاج، وهي كلمة فرنسية تعني كولي، وهي تعني اللصق، وهي تكنيك فني يقوم على تجميع أشكال مختلفة لتكوين عمل فني جديد. أي نأخذ بعض بقايا قصاصات الورق والأقمشة والخامات الأخرى، ثم بعد ذلك نقوم بتقديمها بالتعبير عن موضوع معين، وتكوينها تكوينا فنيا تجعلها لوحة جديدة بأسلوب جميل وشيق، به نستفيد من الخامات البيئية المتوفرة في بيئة الفنان. نتعرف أكثر على هذا الفن. الكولاج. الكولاج كلمة فرنسية تعني اللصق، وهي تمثل صورة أو تصميماً يعتمد أساساً على خامات معينة تجمع معاً، مثل قصاصات الورق والمجلات والصحف والصور والنصوص والتوضيحات المطبوعة والرسوم والقماش والخيوط وغير ذلك مما يراه الفنان مناسباً للوحته. يسمى الكولاج عادة بخلط الوسائط، أي عمل لوحة من مواد مخلوطة لا من مادة واحدة فقط. تعزى بدايات استخدام الخامات المختلفة إلى الفنان جورج براك، وذلك حين سأل نفسه: لماذا أتكبد عناء رسم الأشياء كما هي في الواقع؟ لماذا لا أحضر هذه الأشياء وأضعها فعلا في اللوحة؟ لذا قام هو والفنان العالمي بابلو بيكاسو بجمع أشياء غريبة من المواد المستخدمة في الحياة اليومية، ثم لصقاها كلها أو جزءاً منها على لوحاتهما، ثم أخذا يضيفان الألوان والخطوط، وبهذا نشأ ما يسمى أسلوب التلصيق أو الكولاج، الذي انتشر بعد ذلك بين الفنانين العالميين والمحليين.
إذن شاهدنا العديد من الفنانين العالميين والمحليين كيف استخدموا هذا الفن بتكوينات مختلفة ومتنوعة وخامات أيضا مختلفة ومتنوعة. هذه الخامات يعتمد عليها الفن الجماهيري، وذلك لدمجها بصورة صحيحة. فعندما أقوم باستخدام موضوع معين يجب أن يعبر عن قضية أو عن مشكلة أو حدثا في البيئة التي أعيش فيها، ويجب أن تكون العناصر التي أريد أن أقوم بتكوينها مندمجة بصورة صحيحة وتكوينا صحيح. ولكن ما هي العناصر التي أحرص على تطبيقها وتنفيذها وكيفية استخدامها في الفن الجماهيري؟ طبعا نطلق على الفن الجماهيري كما قلنا هو الفن الشعبي الذي يكون دارج في المجتمع نفسه، ويكون المجتمع هو الذي أنشأه، وهو الذي قاموا الفنانين المرتبطين بالمجتمع بإنشائه. من أهم العناصر اختيار الموضوع من واقع الحياة المعاصرة. إذن فحين نختار أو نقوم بتكوين عمل فني يجب أن يتحدث عن موضوع مهم معاصر في هذه الحياة، الكل يعرفه والكل يفهم ما هذا الموضوع، ولكن يقدمه بطريقة فنية جميلة. كمثلا الأفراح، الأيام، الأحداث التي تكون مفرحة في مدينة ما أو وطن ما، أو تكون مثلا عبارة عن حدث جماهيري أخذ حيزا في التحدث عنه، فيكون هذا الموضوع دارجا بين المجتمع. اختيار العبارات والصور المصاحبة. أيضا العبارات الموجودة أو التي يستخدمها الفنان تكون عبارات محلية دارجة يفهمها الجميع، الكبير والصغير والمثقف، وجميع الفئات المجتمعية تفهم هذه العبارات، وتكون عبارات مرتبطة في البيئة المحلية التي يعيشها المجتمع، مثلا أنورت وأسفرت، البيت بيتكم، حياكم الله، تقهوة، وكل هذه العبارات تكون دارجة ومحلية في المجتمع الذي نعيش فيه، وتكون هذه العبارات رنانة تجذب السامعين لكي ينجذبوا على هذه اللوحات التعبيرية. أيضا رسم التكوين المراد تنفيذه. فعندما أنا أخذ هذه القصاصات يجب أن أكون على دراية وعلى علم كيف يكون سيكون هذا العمل الفني، وليس لمجرد تخطيط عشوائي وأقوم بلصق الأوراق وأقول لقد تم تنفيذه. لا، يجب أن يكون هناك تخطيط ورسم كيف يمكنني أن أربط الكلمة واللون والخطوط والأشكال والخامات واندماجها بصورة جميلة مراعية فيها أسس التكوين. دمج الخامات الورقية والعبارات بألوان تتلائم مع الموضوع. فعندما أقوم بدمج هذه العبارات يجب أن تكون مناسبة للخلفية، والعكس تكون مناسبة الخلفية تكون مناسبة للعناصر التي أقوم بتركيبها، فلا تكون كلها غامقة ولا تكون كلها فاتحة لكي تتضح العبارات وتتضح بقية العناصر. وهذه نقطة مهمة يجب أن أخذها بعين الاعتبار، فالتباين بين الغامق والفاتح والألوان تداخلها مع بعض يجب أن تكون طريقة الدمج بها جيدا. قص الورق بمساحات منتظمة أو عشوائية، وتوزيع الصمغ على القصاصات الورقية بدقة وأتقان. قص الورق يجب أن يكون بشكل جميل واحترافي سواء كان بالمقص أو بشكل عشوائي، ولكن حتى ولو كان بشكل عشوائي يجب تثبيت هذه الأوراق بصورة جميلة تجعل من قصها بالعشوائية تكوينا جيدا يجذب المشاهد. وأيضا القص عندما تكون المساحات دقيقة جدا يجب أن أختار مقص يكون دقيق لقص هذه العناصر. أيضا توزيع الصمغ في المناطق التي أريد أن أثبت فيها هذه الأقمشة وهذه الأوراق يجب أن أهتم بذلك، وذلك بصورة متقنة لكي
يكون العمل جيدا وصالح للنشر. تلوين المساحات المتبقية ودمج الألوان بالخامات. أستطيع إذا شاهدت هناك مساحات فارغة أو حتى القصاصات بإمكاني أن أضيف لديها ألوان إذا كانت ستخدم العمل الفني، فالخيار لكم. بإمكاني أن أضيف قصاصات أو أقمشة أو أوراق أو حتى ورق مناديل، بإمكاني أستطيع أن ألونها أو أضيف ألوان محددات أو ألوان ذات لمعة أو أستخدم وسائط وخامات مختلفة ومتنوعة، ولكن بشرط يكون الدمج فيها جيداً وتناسب وتناغم الخامات مع بعضها البعض. الآن سنقوم بالبيان العملي لتنفيذ فن البوب آرت، ونكون حريصين على تطبيق عناصر الفن الجماهيري لكي أحصل على تكوين جيد. كما قلنا بإمكاننا أن نختار الموضوع الذي يتحدث عنه المجتمع أو يكون ذا أهمية بالغة أو توثيق شيئا ما في المجتمع. أختار الخامات التي تناسب هذا الموضوع، لأن عندما يكون موضوع تحدث سياسي أو يكون اجتماعي أو يتحدث عن فرحة معينة أو عن طب أو حدث مناسب لهذه الموضوع، فيجب أن أختار الخامات القريبة لهذا الموضوع. أيضا العبارات، يجب أن أختار عبارات مناسبة تجذب السامع، مثلما العناصر التي أنا أريد أن أختارها تجذب المشاهد، فنجمع ما بين الكلمة وما بين العنصر بطريقة فنية جميلة. أستطيع أن أطبق هذه الأعمال إما على كرتون مقوى أو على خشب، كما نشاهد هنا يوجد خشب عندي بإمكاني أن أستفيد منه، أو على زجاج أو على كانفس. إذن أستخدم خامة تكون سميكة نوعا ما لكي عندما أقوم بتركيب هذه الخامات تتحمل هذه الخامات عليها. أنا الآن أريد أن أعبر بموضوع القهوة السعودية وتوثيق ثقافتنا وهويتنا الوطنية، فأبدأ كما قلنا برسم، اخترنا الموضوع، أبدأ برسم العناصر التي أريد أن أعبر فيها عن القهوة. عندما نقدم القهوة السعودية يوجد العديد من العناصر التي تعبر عن القهوة السعودية، مثل ماذا؟ مثل الفنجال، التمر، الدلة، الهيل، البن، الزعفران، كل هذه العناصر أستطيع أن أستخدمها، فهي حدث ثقافي وهوية وطنية. بإمكاني أن أخذ هذه العناصر أو أخذ اثنين منها أو واحد منها. العبارات التي دائما نطلقها على القهوة السعودية، القهوة السعودية أو تقهو، أو تقهو قهوتنا، أو حياك الله في فنجالنا، تقهو من الفنجال، هذه العبارات الدارجة الشعبية بإمكاني أن أستخدمها وأقوم بتشكيلها. عندما أقوم بالبحث عن الصور أحتاج إلى أخذ تغذية بصرية للبحث عن الصور المناسبة لموضوعي، فأستطيع أن أخذ بعض الصور من الإنترنت أو بقايا قصاصات المجلات أو الخامات المتوفرة لدي. وهنا بعض قصاصات الورق تمثل الهوية في الأقمشة السعودية أو السفرة السعودية كما نشاهد هنا. أيضا الألوان مناسبة للعمل الفني. بإمكاني أن أخذ بعض قصاصات الورق أو رسمها وتجسيدها الفناجيل مثل ما نشاهد هنا. بإمكاني أستخدم بعض الأقمشة التي تناسب العمل الفني، هنا بعض الأقمشة، هنا أيضا بعض قصاصات الورق مشابهة للأقمشة. بإمكاني أستخدم أقمشة أو أستخدم ورق، هنا الفناجيل يجب أن تكون التكوين حقها جيدا. بإمكاني أن أرسمها وأبدأ بتزيينها بخامات أخرى أو قصها.
هنا نشاهد الألوان وترابطها. هل تباين الألوان مع الخلفية مع العنصر الأساسي جيد، أم أنه بإمكاني اختيار لون آخر وذلك لتضاد الألوان مثل الأحمر والأخضر؟ إذن أقوم بالتجريب، بعد ذلك أتأكد من اختياري للألوان وتناسقها مع بعض. هل أضعها على الأحمر أم أضعها على الأخضر، وأشاهد ما هو الأنسب والأكثر شد للانتباه، وهكذا. بعد ذلك أبدأ برسم. أوضح أنني بإمكاني أن أضع الفناجيل بهذا الشكل، تكون نفس الموجودة في الرسمة. بإمكاني أن أضيف قصاصات الورق بهذا الشكل، تكون بشكل متدرج. بإمكان العبارة أضيفها بشكل مائل أو تكون على هذه العبارة، هل تكون في الأسفل أم في الأعلى؟ فإذا قمت بتنزيل الفناجيل الأسفل تكون في الأعلى، وإذا رفعت تكوين الفناجيل بإمكاني أن أكتبها في الأسفل. هذا التخطيطات الأولية سيساعدني على نجاح العمل الفني. طبعا سنحتاج إلى غراء لتثبيت القطع الورقية، هو الغراء الشفاف الذي يستخدم في فن الكولاج. سنأخذ كمية ونبدأ بتوزيعها على السطح الخشبي هنا. طبعا الكمية الصمغ يجب أن تكون مناسبة للحجم، فإذا أنا كنت بغطي مساحة كبيرة يجب أن أختار فرشاة كبيرة. سأضع الآن القطعة، قمت بتجهيزها، سأضعها هنا وتثبيتها بشكل جيد. سأثبت هذه القطعة هنا. أضيف مرة أخرى هنا كمية أخرى لكي أثبت القطعة الثانية هنا. أبدأ الآن بتوزيع الجزء الأعلى. طبعا أراعي القصاصات التي سأضيفها هل هي مناسبة في الحجم أم لا. أبدأ أقص قطعة المنديل هنا وأثبتها. كما نشاهد بإمكاني أثبتها بشكل مائل. بعد ذلك أؤكد على اندماج الأوراق التي قمت بإضافتها بمسح طبقة من الغراء الشفاف عليها، ستعطي اندماج جيد وتثبيت قوي. أيضا سأشاهد تغيير في اللون يعطي قيمة جمالية للعمل الفني. أبدأ توزيع بشكل جيد. انظروا الفرق بين اللونين، تغير أعطى لون أحمر جميل. وتثبيتها على كامل قطعة المنديل التي أضفتها. طبعا هنا المادة الغراء ستجف معي، كل العناصر إذا استخدمنا هذا الغراء
ستثبت بشكل جيد. بإمكاني تثبيتها أيضا من الخلف بالقطع الزائدة أو قصها. بإمكاني أقصها أو أني أثبتها من الخلف. ثبيتها من الخلف هكذا، سأشاهد أنها مباشرة ستلصق بسرعة بهذه الطريقة. الجوانب والدقة في الإتقان في العمل. قد يكون هنا فراغ بسيط بإمكاني أضيف قصاصة أخرى بسيطة لكي أغطي الفراغ هنا. اندماج، اندمجت بسرعة. بعد ذلك أجهز العنصر الآخر الفنجال وأحرص على قصه بشكل جيد. طبعا أشاهد هل المساحة كافية أم أقلل عدد الفناجيل. بإمكاني أكتفي بهذا العدد وأبدأ تثبيته بشكل مثلا مائل، ثم بعد ذلك أنتظر حتى تجف أو أكتب العبارة مباشرة بألوان الكليريك أو بإحدى الأقلام الخط أو المحددات المناسبة لها. طبعا راح نقول تقهو، ممكن الآن نأكد على الخط وسنحصل على عمل جيد. نشاهد هنا. طبعا هذه إحدى الأعمال، ننتظر لما تجف وبعدين نعرضها. وكما قلنا القهوة السعودية تعتبر إحدى الثقافات الهوية الوطنية كما نشاهد في هذا العمل. قمنا باختيار الخامات والألوان المناسبة، اللون الأخضر، لون العلم، والزخارف الشعبية والدلة هنا وبعض الفناجيل والزخارف أيضا بالهوية السعودية وعبارة القهوة السعودية. أيضا بإمكاننا التنوع بالمواضيع المختلفة مثل هذه اللوحة تتكلم عن الاجتماعات التي تجذب الأهل والأحباب وما يكون في هذه الجمعة من الضحك ووسع صدرك. هنا استخدمنا هذه الكلمة الدارجة المحلية. بإمكانكم اختيار مواضيع مختلفة وألوان ودمجها بطريقة صحيحة للحصول على فن البوب آرت الذي نطلق عليه الفن الجماهيري أو الفن الشعبي بمواضيع مختلفة ومتنوعة وعبارات مناسبة للحدث. فأصبحنا قادرين على تنفيذ فن البوب آرت بأسلوب الكولاج. فنشاهد هنا هذه العناصر مندمجة مع بعض، مراعين فيها الألوان والتكوين الجيد وارتباط العبارة بالعناصر وارتباط العبارة والعناصر بالموضوع معا. فن البوب آرت في الهوية الوطنية. فنشاهد هنا خطى واثقة كيف استخدمنا العبارة واخترنا رمزا لهويتنا وهو السيف
والنخلة وعبرنا فيها بالخطوط واللون والقصاصات، وهنا طموحنا على السماء كيف عبرنا عنها بالرسومات. واليوم الوطني هي لنا دار، هذه العبارة الدارجة في بين مجتمعنا في المملكة العربية السعودية، هي لنا دار وموطن وبلدنا الذي ندافع عنه ونحبه بجميع أطيافه وحكامه وشعبه. ونشاهد هنا ارتباط العناصر بالعبارات الوطنية، أيضا هنا نشاهد كيف جمعت الألوان والقصاصات واخترنا عبارة بلادنا دارنا والألوان المناسبة لها. المطلوب تنفيذه لوحة بأسلوب الفن الجماهيري بطريقة الكولاج باستخدام ألوان الخرك وخامات أخرى. بإمكانكم الآن تنفيذ هذا العمل. حريصين على تنفيذ عناصر الفن الجماهيري كما ذكرناها وتقديمها باختيار الموضوع بشكل صحيح وتناسب الخامات والعبارات مع بعضها البعض، وتبادل الخبرات مع زملائكم وزميلاتكم ومناقشة الجماليات مع معلميكم ومعلماتكم. بإمكانكم تغذية بصرية في الشبكة الإلكترونية لأخذ الكثير من الأفكار وتطبيقها في أعمال فنية. إلى هنا يا أحبتي يكون انتهى درسنا اليوم، نراكم على خير، إلى اللقاء.